تعالوا نشوف كده مع بعض ايه اول وصفة معايا، وهي كازارول الفراخ مع المكرونة والتشيز والكريمة، حاجة تجنن. ايه المقادير؟ تعالوا نشوف. اول حاجة عندي هتكون الفراخ، عندي صدور فراخ مخلي وهنقطعها مكعبات، عندي البيف بيكن شرايح، عندنا مكرونة خواتم مسلوقة، عندي كريمة ونشا وتوم، بقدونس وبصل أخضر، الجبنة المشكل المبشور، عندي جبنة موتزاريلا والذرة الحلو. أول حاجة عايزة أعملها أن أنا أخد الفراخ بتاعتي وإيه أشويها، ده شوية زيت وهسيبها بس تسخن شوية ونبدأ على طول في الشوي. عليها شوية ملح وشوية فلفل رشة بصل أخضر وحتة تومة صغيرة. وهنزلها كده. هاجي بقى عشان اعمل الصوص بتاعي كريمي يكون ريتش، عايزينه غني بقى، حاجه كده ايه جميله. يلا بينا. هجيب هنا شويه زيت يلا. هجيب هنا الثوم والذرة في الحل، فلفل والملح والايه بودرة بقى بتاعتي، وهنقلب تقليبة حلوة قوي. وبعدين هاجي اضيف الكريمه بتاعتي، 3 كوبايات من الكريمه، وهنقلب. وهنزل بالخضره، بتدي نكهه وطعم وريحه تجنن. يلا بعدين هجيب النشا بتاعي، حط 3 معالق صغيرة من النشا وادوبهم في مية. هنا عندي بصوا الكريم بتاعي، نحط فيه النشا، واهم حاجه ان انا اكون مدوبه النشا علشان ما يكلكعش. اوعوا تحطوا النشا على طول من غير ما تدوبوها. قربت على السوا، بس لازم اتاكد ان هي استوت كويس. وهنا البيف بيكن بتاعي نقطعه كده ونحطه ياخد تشويحه مع الفراخ، موجود بطريقة لذيذة وحلوة وجديدة. هنقلب وبعدين هنزل بميكس الجبن كده، الفراخ الخطيرة مع البيف بيكن اللي احنا عاملينها مع بعض، وايه هنحطها وهنقلب. نشوفوا بقى بتاخد كده، بصوا الطعم كله منه فيه بيبقى حكاية. الله الله الله، شايفين الجبنة وهي سايحة كده معانا. المكرونة في الفايركس بتاعي، وإيه هجيب الإجرام الكريمي اللي احنا عاملينه مع بعض وهنحطه. شوفوا بقى الجمال والحلاوة في أحلى أنواعها. بصوا بقى، أوبا 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 أوبا.
ونغطي بالجبنة وندخل الفرن.